طيب نروح لموضوع تاني ونتكلم عن عروض مميزة انطلقت فعاليات فيها، وهي مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان بالقاهرة اللي بيتم تدشينه بمشاركة أكثر من 100 عارض، وكمان بيشارك هذا العام الاتحاد العربي للتمور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أنا بروح على فكرة يعني بجد؟ بس السنة اللي فاتت يمكن ما رحتوش، بس بروح على طول كل سنة مهرجان التمور. احنا معانا على التليفون عشان نعرف تفاصيل أكتر الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. استعداداتكم كانت عاملة ازاي لشهر رمضان من خلال توفير كل انواع التمور واسعارها كمان؟ والله الحمد لله السنة الرابعة التوالي بينطلق مهرجان القاهرة الدولي للتمور في حديقة الحرية في الزمالك. يعني كانت استعداد السنة دي ضخمة جدا، وعملنا جولات كبيرة في الأربع محافظات الكبرى المنتجة للتمور في مصر اللي هي الجيزة اللي بينتمي لها الواحات البحرية، ومحافظة مطروح وسيوة، ومحافظة الوادي الجديد، ومحافظة أسوان. دي يعني أكبر محافظات منتجة للتمور في مصر. عملنا فيها جولات ميدانية وقابلنا المنتجين والمزارعين، والحمد لله كلهم ممثلين في المهرجان السنة دي بقوة، مع أكثر من 133 عارض السنة دي، بالإضافة للعارضين من السعودية ومن ليبيا ومن تونس، سوري، من الجزائر ومن الأردن. فالحمد لله المهرجان السنة دي فيه زخم كبير جدا عن كل سنة. طيب يعني إيه أبرز الجهات اللي بتقوم بتنظيم فعاليات المعرض بجانب يعني ديوان محافظة القاهرة يا فندم؟ الحمد لله المعرض بيقام كل سنة برعاية وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، والسنة دي كمان حظينا برعاية وزارة التنمية المحلية اللي قدمت حاجة مميزة جدا السنة دي في المهرجان، وهو معرض أيادي مصر المختص بالحرف اليدوية، واللي كان مركز قوي في المهرجان التمور على الحرف اليدوية من مخلفات النخيل أو من يعني منتجات النخيل الأخرى غير التمور. فدي كانت يعني حاجة برضو مميزة السنة دي في المهرجان، بالإضافة لرعاية السادة المحافظين محافظ الوادي الجديد ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان وطبعا محافظ الجيزة. طيب هو المهرجان ده يا فندم انتوا السنة دي في الزمالك، واللي قبلها برضو كنتوا في الزمالك، لكن قبل كده ده اللي كان في الأورمان مظبوط؟ بالضبط يا فندم، بس زي ما حضراتكم عارفين اللي حديقة الأورمان دخلت مرحلة تطوير، فالسنة دي احنا في حديقة الحرية، هو اللي كان بيتعمل في الأورمان فعلا. عظيم. طيب بالنسبة بقى للمهم، ايه هي الأنواع الموجودة وأسعارها ايه؟ شعارنا السنة دي هو اكتشف تمور مصر. احنا عندنا في مصر 75 نوع من التمور، معظمها موجودة في المهرجان من شمال مصر لجنوبها، والأسعار بتقل عن السوق المحلي مش أقل من 30%، وده بشهادة الجمهور بصراحة مش شهادتنا. يمكن لو حضرتك تفضلت أن تسمع حضرتك بتزور المهرجان هتشوف الحمد لله الكميات اللي الناس بتشتريها لنفسها ولأهلها ولحبايبها، وده يعني العام الرابع على التوالي بنشوف الموضوع ده، وفخورين بيه جدا ومبسوطين ان المهرجان فعلا يقدر يقدم التمور بالاسعار دي وينشر ثقافه التمور بين المصريين طول السنه. انا كمان كنت بشوف برضو من ضمن الحاجات المعروضه مش تمور فقط، يعني كان بيكون فيه كمان كان فيه توابل، يعني اخواتنا اللي جايين من اسوان كان بيكون معاهم بقى الحاجات الكركديه والحاجات اللي هي المعروف ان احنا بنستهلكها في شهر رمضان بتكون موجوده وباسعار كمان. يعني هنتكلم عن الجوده، فهي طبعا جوده عاليه جدا، لا بنتكلم كمان على ان اسعارها اقل من السوق الخارجي. الحقيقه ان المنافسه هي بتخلق الجوده، وهي بتخلي برضو السعر يبقى مظبوط. كل ما يبقى في عندك عارضين من جهات مختلفة، كل واحد بيحب يقدم أفضل ما عنده، وفي نفس الوقت بيقدم أحسن سعر يقدر يقدمه عشان إيه بقى الأسعار يا فندم؟ يعني كلمنا عن الأسعار، طبيعة الأسعار اللي بيتم تقدمها يعني عاملة إزاي؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن أنت ممكن يعني تشتري 3 كيلو تمور من أول 100 جنيه ل 3 كيلو. 3 كيلو. فده سعر ممتاز جدا بالنسبة للأسواق دلوقتي. يعني الكيلو ده اقل من 35 جنيه. نوع ايه ده يا فندم؟ ده سيوي او صعيدي. معانا طيب. لحد بقى المجدول يعني ما عندك أيوة. من اول 35 جنيه لحد 500 جنيه الكيلو. ده الخشاف، ده اللي بيتعمل مع الخشاف مظبوط؟ لا المجدول ده صنف مطلوب عالميا، ده اللي زي الرطب ده.
ايوه، ما ده اللي بين زي الرطب. الرطب يعني هو نصف جاف، ما ان التمور في جاف ونصف جاف وفي رطب، ده النصف جاف. طب ابرز بقى المحافظات يا فندم اللي بتشارك يعني في اطار هذا المعرض؟ طبعا طبعا محافظة الوادي الجديد من اكبر المحافظات المنتجة للتمور. محافظة الوادي الجديد بتنتج التمور النصف جافة زي السيوي والمجدول وبعض الأصناف الأجنبية اللي اتوطنت في مصر دلوقتي زي العنبرة وعجوز المدينة والصقعي. ومحافظة أسوان بتنتج الأصناف الجافة اللي احنا دايما بنستهلكها بالذات في رمضان زي الملكابي والبرتمودة والسكوتي، دي أصناف جافة تماما عشان طبيعة الجو جاف وحار في أسوان، فبنقدر ننتج الحاجات دي في أسوان. وعندنا كمان الاصناف الرطبه اللي بتطلع من شمال مصر زي مطروح وسيوه، كل ده موجود. وطبعا محافظه الجيزه مهمه جدا لان فيها الواحات البحريه برضو بتنتج اصناف مميزه من التمور. هايل، نشكرك دكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور، كل الشكر ليك وكل سنه وانتم طيبين.